السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض اكياس الهدايا او اكياس التغليف اللي هي بالشكل ده، سهلة الفتح والقفل بالطريقة دي. الاكياس دي بنستخدمها في تغليف الهدايا او كجراب للشنط الخرز، ولها استخدامات كتيرة بصراحة. النهاردة هننفذها بقماش الستان، وهنعرف ازاي ناخد المقاسات وازاي نشتغل اكتر من مقاس. تابع معايا الفيديو، لو اول مره تشوفيني انزل اعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس ولايك للفيديو، ويلا نبدا على بركه الله. زي ما قلنا النهارده هنشتغل الاكياس دي. طبعا هي هتشتغلي فيها على حسب المقاس المطلوب منك، يعني الشنط دي ممكن تكون بمقاسات اصغر من كده الاكياس دي، او بمقاس كبير زي كده، او مقاس وسط زي كده. طب ازاي نعمل القفله دي؟ ان احنا نفتحها ونقفلها كده اهو بسهولة. كل ده هنشوفه مع بعض بالفيديو. اولا احنا هنستخدم معانا النهاردة قماش الستان التركي، اللي هو الستان المستورد. معايا قطعة قماش، المقاس اللي هنشتغله، طيب مقاس الكيس اللي هنشتغله ده، عايزين مقاس الكيس اللي هشتغله معاكم النهاردة اللي هو المقاس ده الوسط، 15 × 25. طيب ازاي هاخد المقاس ده؟ تمام، معايا اهو قطعة القماش، زي ما قلنا ستان التركي. عرض القماشة بتاعتي عشان تديني المقاس اللي احنا المطلوب، عرضها 20 سم. تمام، عرض القماش كام؟ 20. طيب الطول بتاعها، هنقيس الطول بتاعها. الطول بتاعها 63 سم. تمام، يبقى عرض 20 × طول 63. طيب هنحتاج ايه كمان؟ هنحتاج قطعتين اللي هو القماش اللي هنستخدمها شداد للشنطة، اللي هنقفل ونفتح بيه الشنطة. طيب عرض القماش بتاعي كام؟ 5 سم. اهو العرض 5 × طول، هنقيس الطول بتاعنا. الطول بتاعنا 65. تمام، يبقى عرض 5 سم × 65. هنحتاج من المقاس ده قد ايه؟ هنحتاج قطعتين والقطعة التالتة، ده بس اللي هنحتاجه معانا. طيب اول حاجة هعملها قبل ما اعود على المكنة، هعمل اوفر للقطعة بتاعتي الكبيرة، هعمل اوفر. طيب انا لو مش عندي اوفر هعمل ايه؟ يبقى هشوف هعمل اوفر وهقول لكم تشتغلوا ازاي لو مش عندك مكنة اوفر. تمام، هنا بعد ما عملت اوفر للقطعة بتاعتي اهو، هقص اي زيادة. طب انا لو مش عندي اوفر هعمل ايه؟ هعمل تانية في تانية صغيرة، تانية كده اهو صغيرة في تانية تاني كده اهو، او لو عندك اللي هو دواس البرم هيكون افضل، هتعملي التانية متساوية وتكون معاكي صغيرة كده اهو، هتشتغلي بيها دوران على القطعة كلها. طيب انا هنا هعمل ايه؟ هاتني القماش كده اهو، التانية دي قد 5 سم، التانية دي كام؟ 5 سم. وهبدأ على المكنة، هسيب هنا اهو حوالي 1.5 سم، وهنا هسيب 2 سم، وهبدأ اشتغل اول خط خياطة، 1.5 سم من تحت و 2 سم من هنا. تمام، ادي اول خط والخط التاني اهو، هشتغله على الاوفر او على التانية لو مش هتعملي اوفر كده. ايه دي؟ اول خط اهو، الناحية التانية هعمل نفس اللي عملته. هاتني كده اهو، التانية دي 5 سم، وهبدأ هسيب 2 سم، وهبدأ دي تقريبا من 2 لـ2.5 سم، وهعمل اول خط خياطة وهنا الخط التاني.
بس كده، مفيش اسهل من كده، سهل جدا ومش هياخد معاكي اي وقت. لو جينا قفلنا القطعتين على بعض، هنقيس القطعة معايا اهو، هلاقي المقاس المطلوب مني اللي هو كام، 25. شايفين هنا بعد ما خدنا التانيات كده اهو، هنقيس هنلاقي اهو المقاس بتاعي اللي انا مطلوب مني 25 سم. طيب هنا هبدأ اقفل الجوانب، هسيب 1 سم من الجنب كده اهو، وهبدأ اخيط لغاية ايه، لغاية اول خط خياطة اهو. وهنا هعمل ايه، فرماتورة عشان متفكش معايا، وهرفع الدواس وانزل كده لتحت، وهبدأ من ايه، من الخط التاني. يبقى انا هسيب الجزء اللي بين الخياطتين اللي هو في حدود 1.5 سم، وهو الجزء ده هسيبه مش هخيط عليه. وهبدأ هنا اهو، هبدأ برضو بفرماتورة تاني ناحية تانية اهو، هسيب في حدود 1 سم، وهبدأ اخيط لغاية اول خط خياطة. بس هرفع الدواسة وانزل كده اهو، هسيب الجزء اللي في الوسط ده. بس كده هنا مش هعدله، هسيب خلاص ده على جنب، وهبدأ اعمل الشداد بتاعي، قطعة القماش بتاعتي هتنيها كده اهو، دي العدلة بتاعة القماش هتنيها على القلبة، هديها خط خياطة كده اهو. الناحية التانية تمام، بعدين كده اهو هعدله على عدلة القماش، هبدأ اتنيه كده اهو، وابدأ ايه، اديها خط خياطة كده. هعمل التاني بنفس الطريقة. طب هنا هعدله ازاي؟ هنا بأي دبوس معايا، وهبدأ ادخل كده في الفتحة اهو، وهعدل الجزء ده كده كده، واشد لتحت واسحب لتحت. يطلع معايا من الناحية التانية، من الدبوس بس اتفتح معايا اهو. وابدأ ايه اهو، طلعته من الناحية التانية كده، شيل الدبوس، هيتقلب معايا بكل سهولة. هنا هقفل الجوانب دي بعد ما بعدله كده، هدخل كده الخياطة دي واقفل الجنبين دول اللي هما المفتوحين. وهقفل التاني هعمل التاني بنفس الطريقة دي. تمام، بعد ما اشتغلنا القطعتين القماش اللي هما بيكونوا شداد للكيس بالشكل ده، هنا مرحلة المكوى، او ممكن بعد ما تخلصي كده خالص، بعد ما ركبهم تكوي القطعة كلها على بعض. فهنا اهو بالدبوس كده اهو، وهي الكيس مقلوب بالشكل ده. فاكرين واحنا بنخيط سيبنا الجزء ده مفهوش خياطة؟ هنا هنبدأ ندخل، هيكون اهو في فراغ، شايفين كده، هندخل كده اهو. نخلي بالنا من الجزء ده اللي هو ازاي تخلي الشداد سهل الفتح معاكي اهو. بطلعها من الناحية التانية وببدأ هنا اهو ادخل الجزء التاني اهو مفتوح معايا
تمام كده. ايه طلعت الطرفين، ببدأ اشدها بس اسحبها حتة كده، وهنا الطرفين معايا شايفين. هنا هنلاقي فيه الجزء المفتوح، بهدخل كده اهو الطرفين القماش معايا كده، تمام كده هيدخلوا معايا. دي كده ايه اول واحدة. طب التانية هنعملها ازاي عشان تكون عكسها في الشد؟ شايفين هنا انا معايا الطرفين اهو طالعين من الناحية دي، يبقى الناحية التانية هي اللي ايه هبدأ ادخل فيها اللي هو ايه اول ناحية، ايه اول طرف من الشداد ده. شايفين هفتح كده معايا، هي مفتوحة معايا، وهبدأ ادخل كده بالراحة واسحب كده اهو. من الناحية التانية الطرف التاني اهو، الناحية التانية المفتوحة ادخل فيها كده. سنة. وهنا اهو هدخله هوسع كده اهو شايفين، وهبدأ ايه ادخل الطرف كده بس كده، حتة منه صغيرة هدخلها وهسحب بإيدي من ناحية تانية اهو. والتانية هوسع لها كده اهو، شوف المجرى اللي المفروض ندخل منه اهو كده هوسع اهو هنا، وهدخل التاني كده اهو. ممكن ادخل من هنا كده اهو وابدأ اهو اسحبها كده جفت اهو بس كده، وابدا ايه اعدل الكيس بتاعي اهو. هنلاقي معايا شايفين كده اهو، بقفله وبفتحه بكل سهوله اهو، سهل معايا ايه بكل سهوله. طب هنا عشان خاطر ال ده ما يطلعش مني تاني، فانا هنا بعمل ايه عقده صغيره كده على الجوانب عشان خاطر ما يطلعش معايا تاني يتسحب معايا، ممكن يطلع خالص. فبعمل عقده كده صغيره من الجناب اهو كده شكلها، وبعدين بكوي الشغل بتاعي. شايفين الشغل قبل وبعد المكوى، ده هنا بعد ما الكو وهنا قبل المكوى. فطبعا ايه المكوى بتفرق في الشغل جدا، فانا هنا ببدأ اظبطها كده اهو واكويها، القطعة بتطلع معايا بالشكل ده بعد الكوي اهو. وهنا ممكن تثبتي اللوجو بتاعك من الداخل، انا لسه هنا اهو هثبت اهو اللوجو كده من جوه وبس. يا بنات ده كان فيديو النهاردة، فيديو سريع كده اهو، يا رب يكون استفدتوا منه. لو عجبك الفيديو ريت تعملي لايك وتشتركي معايا في القناة، ودمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.